الاولى ولما خد بدقن والثانيه لما هو بقى وعاود ثاني عليه ثم اجهز. انا فندم معني لانها ساكت بيقطع عن نفسه بيخش عليها معالي الوزير وهي نايمه وعارف انه قاسم الضغط بتاع الاسواق وانه ما هوش تمام وبنور وشارع الحوت الناس قاعده عماله ترمي عليا ويقولوا عبد الرحمن قاسم الضغط بنط على الاقتصاد. بنطلبه مين؟ مين الاقتصاد؟ بنطلبه من المكان لان هي قاعده في اوضه البيت ده متقسم ازاي؟ البيت ده شقه واوضه وشقه واوضه. الشقه هم عشان سطور قاعدين مع بعض في الشقه دول اولاد صغار والام قاعده في الاوضه اللي قصاد عم عبد الرحمن سلوكه مش تمام والريحه وحشه وامه بس شغلته اكتر من مره وقالت له مش كويس وبيجي يخش عليا ولا لابس قميص نومي وراح البيت وحس الولد من رقم عنده هذا الاحتفاظ وهذا الامر انه ودوا لما جه عم ابو المبني عليه يقول له بيع لي حقك في البيت قال له طيب انا هاخد منك الفلوس هعرف اشتري بها ايه؟ انا هعرف اشتري بها ايه بره؟ انا هعرف اشتري بها بيت يلم ولادي ومراتي هشتريه. بداوا بقى حضرتك في الشغل السخيف بداوا في السخافه بداوا يعيبوه ويقولوا له ما تخليناش نقلب في الدفاع. انت بتقعد لوحدك مال. من هنا بدا انهم يزرعوا بنفسيه المحرر الله يرحمه بطبيعته انه بدا يطبع لانه زي ما بيقولوا كل سهوله لها كيان. فبدا الولد يجيب وينقي التعب ده يقول له انت بتعمل ليه كده؟ بتخش على امي الدميه دايما ليه؟ اكتر من مره. ووضح الفكره الخلاف والمعايره القديمه من 3 سنين. فراح الولد ده كان منه هم عماله تكذبوا في كلام الغلط. عايزك تقول ليه يا فندم؟ لان احنا هنا في مجتمع ريفي مش هنقول له حصل منه كذا او انه تعدى عليها لان الموضوع هيقف مش هتبقى بقى ده وده. لا الموضوع هيبقى راجل ثلاثه ودول هيبقى فيه عداء في اعتبارات بتراعيها الاسره او الام عموما. لانه حتى المتهم لما عدل كده قال ام عبر ان انا عصب ده مش عايزه تحكي الموضوع هيكبر وهتروح فيها دم كتير من هنا ومن هنا. انما الولد ده راح قال له ابوه اللي ساب البيت بقى له 3 سنين شغال في مخزن عرش قال له انه الوضع كذا 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 والولد بيبص لها بصات مليان كويسه. اللي رجح الفكره سلوكه معايا في الناس دي او تلقيح الكلام زي ما احنا بنقول كده بالبلد من اصحابه والناس اللي في الشارع وبداوا يغيروا الحديث لما بدا عاوز يقف على حيثيات موضوع الراجل اللي بينط على الاطفال وجاه. فراح قال لابوه قال ايه بقى؟ سيد وكيل النقل العام ده بيسال قول له انت لما رحت لابوك قلت له الوقت انا هعلمه الادب وهضربه كان نيتك ايه؟ ما كانش نيتك اطلاقا. انما كانت نيته قال انا هضربه وهعلم عليه هيأدبه يعني هيأدبه. وساب ابوه ومشي تقابل مع المتهم. انت بتقول صف الاسلام بس صف الاسلام ده لابد ان فيه تعصب ومفاجاه وان انا اعرف المكان اللي بيضم فيه المتهم واقف فيه. الكلام ده كان الساعه كام؟ ده كان الساعه 10 الصبح. انا لو بدبر للجريمه بصف الاسلام هكتبها الساعه 10 الصبح. لا هستدرجه وهقضي وادي الجثه كمان. وهدول اخواته وهيستصحبهم معايا في الاجتهاد او وصل لمدى هو ما هوش قبل. انما ندهني. تعالى يا عبد او عبد الرحمن. ايه الموضوع؟ عاوز اقف على الحقيقه. المبني عليه جري. لما نزل الفراغ ده تتبعه. بدأت حضرتك ده ضرب الأول وجاي ضربه الضربة الثانية جالك تعدى عليه برضه خبر ده في الحيط. الأمر اللي أتاه المجني عليه هل
نستطيع ان اجزم انه يرجح نسبه خطاه لحق والده المتهم. بتقول له انا ما بعملش مع والدتك كده. انت بتعمل ايه كده؟ بتخش عليها ليه كده؟ وعمرو يقول له ده كان سلوكها وقع، ما كناش واصلين على الجواز. الولاد مات. قال ده؟ اي اقتطار هذا؟ اي اسره هذه؟ عايزين يجوزوا الولد. الولد المتهم ده. مرات المجنع، ام المجنع عليه الله وزوجه الحاضر المتعب حق المدني. قالت له مالكش دعوه بيه، ولاد مات. هتجيب لنا مجال. طب ليه؟ وصلتوا لك كده ليه؟ اذا يا فندم انا اختار غير القتل اطلاقا. اداه الجريمه كانت معايا بقصد الدفاع عن المال ولم تكن بقصد الاعتداء. انما اكيد السلاح موجود، ده اما انا جيت اواجهه جري كان استعمال السلاح من هذه المناسبه، لانه انت ما وقفتش معايا وما بقتش تتكلم معايا. الاعتراف انا لما بلاقي كلام حضراتكم بقول انه العنصر النفسي والعنصر الزمني ايضا مندمج. ليه؟ لانه انا هو اولا العنصر الزمني هو الجوهر، انما العنصر النفسي هو الذي يعول عليه. العنصر الزمني انا لازم اكون عندي وقت قعدت افكر وارسم الخطه وادبر بيها بعيدا عن ثوره الغضب والانفعال، وبدات اخطط واعمل برامج تخطيط بتاع تنفيذ الجريمه، احط الادوات والطرق والوسائل علشان انفذ جريمه قتل. اقعد اخطط واقول انا اصحاب المكان ده. طب في الليل ولا بالنهار؟ طب هنفذه ازاي؟ ابدا اخطط في رويه وهدوء. هذا الامر يا فندم منتج تماما عن الاوراق، لانه المتهم قال انا امنت قدر في وضع النهار بيسالوا جيبي، لان الكلام كتر في السيرات قال اسال هو الولد المبني عليه عمال يراود ام المتهم ده بقالها سنه بيراودها عن نفسه، بيخش عليها معالي الوزير وهي نايمه. امر يا فندم اعتقد ان لو الشخص العادي اتوضع في نفس هذه الظروف اعتقد انه ما كانش هيعمل الا بالمتهم ده عمل، لانه الامر بقى فجأة. وشفنا هنا محارب كتير وشفنا كتير والحيطان بدائيه كتير، انما 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 انا اتكلم عن انه الشجار بين فريقين. وزي السيد وكيل النائب العام اسف دلوقتي وقال ان النية امر خطير بحسبانها انها من خلاجات النفس وما تخفي الصدور. المحكمة بتستخلصها من الافعال والمظاهر الكاهنية اللي اداها المتهم وتنم عما يظنه في نفسه. انا دلوقتي بواجه واحد بفعل ابو جينا، الفعل اللي اداه المجني عليه بفك الجريمة هتفعله بالمعنى العريض فعقب عليه. المادة 267 وال 68 من قانون العقوبات، تعال يا ابني قول لي في ايه؟ أمه عمالة تخبي عايزة خايفة من خراب البيوت. عمالة تخبي. أنا بقى دلوقتي أقول إن أنا عندي نية. تحريات حضراتكم عند الجونة إنها تأتي لتعزز دليل ولا يعززها دليل.